مقدمة الأطباق ديالنا مشاهدي الكرام. هذه البطاطا بالثومة والمعدنوس، هذه الشلاضة بالبومبلوموس بالرنج والخس والافوكا بطاطا، وهذا الحوت ولاصوص ديال الشلاضة. وإن شاء الله تجربوا هاد الأطباق، راهم كيجيو ممتازين. إن شاء الله تجربوهم وانتم بخير وعلى خير، بالصحة والهنا بما تتمناو. السلام عليكم مشاهدي الكرام من قناة غداتي كل يوم، كنحييكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم بغيت ندير هاد الشليضة بشوية ديال الراية ديال الحوت، وهاد البطيطة نقليها صوتيها بالثومة، وعندي هاد الشليضة هادي ندير، عندي المقادير، عندي الراية وعندي شرمول هاد الحوت، القزبر والربيع وقزبر معدنوس والثومة، الكمون، الخرقوم، سكنجبير، شوية البزار. وانتوما ديروا التحميرة، انا ما موجوداش عندي، اللي بغى يدير التحميرة يدير التحميرة. والملحة كان شوية ديال الحامض، كنخلطوا هاد الشرمولة مزيان، هاد الحوت نشرملوه مزيان وكنديروه نرمضوه في الفرينة ونقليوه. هذا من جهة، وهاد البطاطا هكا راني سلقتها في الماء، واللي كبيرة راني قطعتها هكا طريفات على نص، وغادي ندير فيها الدراسة ديال التوم يتقلاو معاها. ندير لها شوية زيت بلدية أولا زيت رومية، وإلا درت زيت بلدية أنا نقص على النار ونديرها غير على نار مهلة تقلى باش ما تحرقناش الزيت. وإلا بغينا ندير لها زيت الرومية نقدروا ندير لها زيت الرومية وشوية الزبدة ولا زيت، المهم اللي كان موجود تقدروا به. هاد البطاطا راني سلقتها بالماء، سلقتها في الماء والملح ونقيتها، وراني هكا قطعتها، كان اللي كبيرة قطعتها طريفات واللي صغيرة خليتها هكذا وكنقليها. وعندنا الشلاضة، عندنا الخس هذا هو راه مغسول مزيان، درت له الخل. وعندي هاد عندي البطاطا هادي درت فيها سلقتها ودرت فيها شوية ديال المعدنوس والبزار وشوية المايونيز، غير القليل ديال المايونيز. وعندي البومبلوموس، عندي هاد الرنج هذا قطعته هكا، اللي بغى يقطعو يخلي غير هاد القلب ويقلع كاع هاد الشي يقدر، ممكن يديرو بسنان يقلع كاع القشرة وكلشي يخلي غير، أنا خليته هكذا. وهذه هي. وعندي واحد لافوكا، وباش نصاوب لاصوص ديال الشلاضة عندي المايونيز، عندي الموطارد، عندي الكيتشوب، عندي الزيت بلدية، عندي شوية ديال الحار هذاك هذا، وعندي الملحة هادو باش نصاوب لاصوص ديال الشلاضة. وإلا كانت الحامض ولا شوية الماء، الحامض والماء باش نطلقها شوية إلا كانت تقيلة. هادو هما المقادير، إوا غادي نبداو على بركة الله. نغمض هكا مزيان هذا الفرينة ونغطو مزيان الحوت، كنغطو الحوت باش متلقاش فيها الفرينة الحوت. نضغط عليه وكنستمر هكا في Thank you.
كنصفنوا هكا في الكلاميط انا ما عندي غير باش ما يتحرقش البطاطا هذيك اللي كنت نحطكم على الوجه وهادشي ديروا الطماطه هذه هي البطاطا اللي زدت لها الثومه والمعدنوس الثومه بودر المعدنوس وهذا الحوت من بعد اللي قليناه اللي زينته بهذا الحامض. دابا غادي نصاوب الشلاضه هذا قديانو مع الشلاضه عجيب غادي نزين به هكذا ونزيد شويه ديال لافوكا باش نعطيو الالوان للتبصيل الالوان والمذاق المذاق ديال هذا البومبليموس والنارنج مع الشلاضه كيجي ممتاز. انتم تقطعوا كي تبغيو وتزينوا كي تبغيو انا عطيتكم الفكره. دابا غادي نقطع الافوكا ونزيدها طريفات هكا وهذه هي الشلاضه وغادي نوجد معكم واحد لاصوص ديال الشلاضه اللي كتجي ممتازه باش نرافقوا الشلاضه كتجي زوينه بزاف كتعطي واحد البنه الشلاضه ممتازه. كنديروا لي طونش ديال لافوكا ولا خيار ولا اللي كان في الدار تقدروا تزينوا به الشلاضه هكا وديروا هاد لاصوص اللي غادي نوريها لكم وكتجي ممتازه. الا ما كانتش فيها الكيتشوب تقدروا تستغناو عليها ديروا غير المايونيز و وتاخذوا وتخفوها بالماء ولا ولا بالحليب واللي عنده يخففها بالكريم فريش يخففها بدانون ناتور يخففها. هذه هي الشلاضه. دابا غادي نصاوب معكم غادي نصاوب هاد لاصوص لاصوص غادي ندير شويه المايونيز ماشي بزاف كنديرو هكا معلقه ما عمرهاش بزاف كنزيدو الكيتشوب كيعطيها واحد الحلوه زوينه كنزيدو الموطارد كنزيدو شويه ديال هذا اختياري اللي بغى يديرو يديرو اللي ما بغاش ما يديروش طباسكو الحار حنا كيعجبنا في الشلاضه شويه الخل شويه الزيت شويه الخل الزيت البلديه ولا الزيت الروميه اللي بغيتو ملح غادي نخدمو الجميع هاد نشوفو الا كانت خفيفه مزيان و الا كانت ثقيله نزيدو شويه الماء
نخدموها بزاف باش ما تبقاش هكا فيها هذوك الحبيبات، ونسجن كلش. راه كتجي رائعه هاد لاصوص، كتعطي واحد المذاق زوين للشلاضه. غادي ندير لها شويه هكا، وانا حتى نحط في الطبله عاد هادي هي الشلاضه راه كتجي. غادي نشكرها لكم لان ما كتجي رائعه غير هكا بالخضر، كتجي رائعه. شي ديال الكرام، هادي هي البطيطه بالثوم والمعدنوس، وهادي الشليضه، هذا الحوت، وهادي لاصوص. ان شاء الله تجربوها نتوما فرحانين بخير وعلى خير بالصحه والعافيه. الاطباق ديالنا مشاهدينا الكرام، هادي البطيطه بالثوم والمعدنوس، الشلاضه هادي راكم شفتوني كيفاش صابتها بلا البومبلوموس والافوكا والخس البطاطا، هذا هادي الرايا شتوني كشملتها، وهذا وهادي لاصوص ديال الشلاضه. وان شاء الله تجربوا هاد الاطباق وانتم فرحانين. انا بغيت نشارككم في هذا الغداء اللي درته، ان شاء الله تجربوه وانتم فرحانين بالصحه والهنا ما تمنوا.